متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. أجي ونشوفوا واش المحلات التجارية، أصحاب المطاعم، المقاهي وجميع المحلات التجارية طبعا، واش ملتزمين بالتعليمات، واش كل شيء ساد مع الوقت. يعني كما كيعرف الجميع يعني كل شيء خاصو يكون ساد مع 8 قرار الإغلاق والتسعود ديال الليل. طبعا حاضر التجوال الليلي، يعني بالرغم من انخفاض والتراجع في عدد ديال الإصابات والوفيات في بلادنا، والحمد لله هذا الشيء كيف الراح وكيبشر بالخير، ولكن الحكومة المغربية يعني قررت بأنه تضيف أسبوعين آخرين التدابير الاحترازية اللي اتخذتها بلادنا، يعني إغلاق المقاهي والمطاعم وجميع المحلات التجارية ابتداء من الساعة 8 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا، وحظر التجوال الليلي من الساعة 9 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا. ونتمنوا من الله عز وجل يدي علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله يا رب. إذا كما كتشوفوا هذا الشارع، هذا احنا في شارع يوسف بن تاشفين هنا وسط مدينة الناظور. هذا الشارع هذا عامر بالقهاوي وعامر يعني بالمطاعم، ولكن الحمد لله يعني كل شيء ملتزم بالتعليمات ديال السلطات، والناس طبعا متبعين التعليمات، وكل شيء ملتزم وكل شيء سد في الوقت. ما عندنا ما نتسالوا اليوم، يعني تبارك الله عليكم، برافو لساكنة الناظور، برافو للتجار واصحاب المحلات التجارية هنا بمدينة الناظور وفي مختلف المناطق هنا داخل إقليم الناظور، ساكنة العروي، الزنغان، سلوان، طبعا بنينصر وجميع المناطق، يعني كل شيء ملتزم بالتعليمات وكل شيء ساد. احنا الآن في وسط مدينة الناظور هنا بشارع يوسف بن تاشفين، يعني كل شيء ساد، يعني أصحاب المحلات التجارية، المقاهي والمطاعم هنا في الشارع هذا، يعني كل شيء ساد وكل شيء ملتزم بالتعليمات، برافو عليهم، ما عندنا ما نتسالوهم، برافو برافو برافو. حنا غادي نمشيو لمكان آخر، لشارع آخر هنا بمدينة الناظور، نشوفوا واش حتى هما ملتزمين بالتعليمات، نشوفوا واش حتى هما سادين في الوقت مع 8. كما كيعرف الجميع متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، لأنه الحكومة المغربية قررت تضيف أسبوعين آخرين لحالة الطوارئ الصحية أو الحجر الصحي الجزئي، يعني مع 8 خاصو كل شيء يكون سيء ساد، وطبعا ومع 9 حظر التجوال الليلي. نتمنوا الامور ترجع كيف ما كانت من قبل، يعني بعد هذه العمليه ديال التلقيح وان شاء الله غادي نوصل واحد 80%، يعني خصنا نلقحوا، خصنا نديروا تلقيح، خصنا نسجلوا على التلقيح، لانه التلقيح راه مجاني وتلقيح راه فعال وايجابي. على الاقل التلقيح هذا راه غادي يحمينا، على الاقل التلقيح هذا راه غادي يحمينا ويحمينا من الفيروس اللعين، من هذه المصيبه ديال كورونا، لانه حنا 11 شهر كنعانيو مع هذا الفيروس اللعين، 11 شهر اخوتي المغاربه حنا في المعاناة، و11 شهر العالم يعاني بسبب هذا الفيروس اللعين، بسبب فيروس كورونا. هاد كورونا هادي اخوتي المغاربه دوخاتنا ودوخات العالم. هاد كورونا هادي اخوتي المغاربه كنفيقوا مع الصبح كتسمع غير كورونا، كنمشيو نفطروا نتغداو نتعشاو نسمعوا غير كورونا، كنمشيو نعسوا نسمعوا غير كورونا.
فين ما مشينا كنسمعوا غير كورونا غير كورونا. ايوا الحمد لله بعد ملي كاين تلقيح وملي خرج التلقيح والتلقيح راه فعال وسيدنا الله ينصرو جلالة الملك محمد السادس نصره الله واياده راه هو براسو تلقاح وعطى التعليمات طبعا للوزارة الداخلية لوزارة الصحة بأنه باش يكون تلقيح مجاني وإن شاء الله راه غادي نستافدو كلنا من عملية ديال التلقيح ونتلقحو وباش نكسبو واحد المناعة قوية خوتي المغاربة باش نقضيو على هذا الفيروس هذا باش هذا الفيروس هذا يمشي علينا وتمشي كورونا الجحيم إن شاء الله يا رب. إذا حنا في هذا المكان هذا عامر بالريستورات إذا كما كتشوفوا كل شيء سد في الوقت يعني تبارك الله على سكينة الناظور تبارك الله على تجار الناظور تبارك الله عليهم ما علينا إلا نقولوا لهم برافو 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 للتجار ديال الناظور برافو سكينة الناظور على هذا الروح التضامن والتعاون ديالهم والتفاهم ديالهم. احنا الان في جولة ليلية متتبعي قناة شوف تي في هنا من وسط مدينة الناظور يعني حتى هنا كان بعض الحوانت يعني كل شيء ساد وكل شيء ملتزم بالتعليمات. اذا كما قلت متتبعي قناة شوف تي في الحمد لله ولله الحمد العملية ديال التلقيح انطلقات في بلادنا وسيدنا الله ينصرو جلالة الملك محمد السادس اعطى العملية انطلاق الحملة ديال التلقيح في بلادنا يوم الخميس 28 يناير والحمد لله راه كاين واحد الاقبال كبير على العملية ديال التلقيح والناس يعني كيمشيو يتلقحوا بالاخص الناس اللي في الصفوف الامامية السلطات العمومية الاطر الصحية الاطر ديال التعليم والفئات الهشة الفئات المستهدفة الناس المسنين 75 سنة ما فوق يعني الحمد لله وحتى الخيرات للمجتمع المدني والسلطات المحلية يعني كيمشيو بالطوموبيلات ديالهم بالسيارات ديالهم في الأحياء وفي الشوارع يعني كيقلبوا على الناس المسنين اللي ما عنده باش يجي اللي ما قادرش باش يجي كيجيبوه في السيارات كيجيبوه في الطوموبيلات يعني باش يعمل التلقيح لانه التلقيح هذا راه تلقيح فعال وتلقيح راه خصنا نمشيو نلقحو كاملين كل واحد ملي غيجي يعني كما كنقولوا تجي ليه النوبه ديالو ما يترددش خصو يمشي يعمل التلقيح لانه ما بقاوش نشوفو عند البعض عند البعض اللي كيدخل وراء الميكرو وراء الفيسبوك وراء التواصل الاجتماعي وبدا يدخل باسماء مستعاره وبدا يخوفنا ويقولنا لا راه تلقيح لا حكا راه كاينه اعراض هذيك غير الهضره الخاويه ما عندنا ما نديرو بدوك الناس اللي كيبداو يخلعوا فينا ولا راه تلقيح راه ايجابي وفعال والحمد لله. خصنا نتحدوا مع بعضياتنا ونتعاونوا مع بعضياتنا ونديروا اليد في اليد باش ان شاء الله نقضيو على هذا الفيروس هذا والطريقه الوحيده باش نقضيو على هذا الفيروس هذا هي التلقيح ثم التلقيح والتلقيح راه فعال والتلقيح راه ايجابي والتلقيح راه خصنا نمشيو نعملوه ملي يعني تجي نوبتنا هذاك الشيء راه غادي بتدريجيا راه يعني الناس اللي الدوله بدات يعني الناس اللي في الصفوف الاماميه كما قلت الاطر الصحيه والناس ديال التعليم والسلطات العموميه والفئات الهشه الناس المسنين 75 سنه ما فوق من اللي غادي يمشي للمرحله الثانيه ان شاء الله اللي غادي يمشيو 40 سنه ما فوق يعني 40 سنه ما فوق ان شاء الله كاملين غادي نتلقحوا والتلقيح راه فعال وان شاء الله التلقيح هذا يعني غادي يعطينا واحد المناعه قويه يعني حتى هذا الفيروس هذا واخا بغى يتوشي فينا ما عنده فين غادي يتوشي فينا. التلقيح راه فعال متتبعينا خصنا نمشيو كاملين نتلقحوا ملي غيجي كما كنقولوا غيجي الدور ديالنا. اذا متتبعي قناه شوف تي في نتمنى لكم
تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا قضيتوا يعني يوم سعيد ويوم جميل، والحمد لله يوم كان يوما ممطرا، أمطار الخير الحمد لله هنا في مدينة الناظور وفي بعض المدن. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يدي علينا هذا الوباء هذا ونرجعوا لحياتنا الطبيعية. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، احنا في جوله ليليه هنا بمدينه الناظور في شوارع واحياء وازقه المدينه. يعني الحمد لله الناس او التجار ديال مدينه الناظور اصحاب المقاهي والمطاعم واللي عندهم طبعا محلات تجاريه، يعني كل شيء سد في الوقت، يعني كما كيعرف الجميع مع 8 كل شيء خاصو يكون سد، ومع تسعود يعني حضر التجوال الليلي. اذا كورنيش الناظور يعني كما كتشوفوا كان واحد الفئه قليله من المواطنين عكس الايام العاديه، يعني كنا كنشوفوا كورنيش مدينه الناظور مملوء عن اخره، الناس كتجي من مختلف المناطق. هنا داخل اقليم الناظور من الزنغان من انصار سلوان العروي مع الجائحة ديال الكورونا، يعني كورنيش الناظور أصبح شبه مهجور. نتمنوا من الله عز وجل يدي علينا هذا الوباء هذا ونشوفوا كورنيش الناظور في ذاك الجمالية ديالو، والساكنة والناس جايين مع عائلتهم، كاين اللي كيجي مع وليداتو، كاين اللي كيجي طبعا مع الأصدقاء ديالو. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، كان معكم أخوكم سلام هنا من مدينة الناظور في هذه الجولة الليلية.
إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.